الراديو 90 هواها مصر. وصلنا مع بعض لحصريات راديو سكوب. محامي عمرو يوسف تقدم ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام طالب فيه بالتحقيق مع واحدة من المؤسسات الصحفية الكبيرة اللي نزلت خبر القبض عليه، طبعا هو ومراته كندا علوش، والخبر كان مكتوب فيه ان هو بتهمة حيازة مخدرات. عمرو قال ان هو لجأ للخطوة دي عشان محدش بعد كده يفكر في ان هو يسيء لسمعة اي انسان قبل ما يتأكد الاول. أما عن تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب واللي هتقام في الساحل الشمالي يوم الجمعة اللي جاية نفذت بالكامل. من ناحية تانية بيكثف عمرو بروفات الحفلة اللي قال إنها هتكون مختلفة في كل حاجة عن الحفلة اللي أحياها في الساحل الأسبوع اللي فات أو من كام يوم، وحققت رقم قياسي الحقيقة بحضور 70,000 شخص. أنتم متخيلين؟ بعد بقى 50 يوم عرض قدر تامر حسني بفيلم وتصبح على خير ان هو يحقق ايرادات وصلت ل 25 مليون جنيه. تامر لحد اللحظة دي ما حسمش امره من المشاركة في سباق رمضان اللي جاي ولا لا، يعني لسه ما قالش هيدخل في دراما رمضان ولا هيأجلها شوية. ده اكيد طبعا اللي هنعرفه اليومين الجايين، واكيد هقول لكم عليه في راديو سكوب على راديو 90 كده. تقريبا حصريات راديو سكوب قلتها لكم كلها.